خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور احمد سيد احمد، خبير الشؤون الدوليه والامريكيه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. دكتور، اهم اوجه التعاون ما بين مصر وايطاليا، الناس هتذكر دائما الشراكة القائمة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول وشركة إيني، ولكن بالتأكيد لدينا الكثير من المشتركات. على سبيل المثال إيه يا دكتور؟ يعني مصر وإيطاليا هما تربطهما شراكة متنوعة، شراكة متعددة في بعدها الاقتصادي، في بعدها التجاري، في بعدها السياسي، في بعدها الأمني، في بعدها الثقافي، بحكم الجغرافيا وبحكم المصلحة وبحكم حتى تشابكات العلاقات الدولية والتحديات المشتركة دائما التي تدفع البلدين إلى اتجاه تطوير هذه العلاقات. بلغة الأرقام، إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر في الاتحاد الأوروبي. حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليار دولار، وبالتالي هناك تواصل مشترك وهناك فرص واعدة. مصر الآن هي من الدول الواعدة اقتصاديا التي تعد وجهة مهمة ومتميزة للدول الأخرى، خاصة الشركاء، شركاء الجوار وشركاء البحر المتوسط في التعافي الاقتصادي والتعاون مع الاقتصاد المصري. هناك فرص كبيرة في محور التنمية، في المشروعات القومية العملاقة، وبالتالي في ظل بحث الدول الأوروبية من تحديات اقتصادية فرضتها الأزمات العالمية، هنا يكون الاتجاه نحو الجانب نحو مصر، نحو الاقتصاد المصري، ولذلك هي تمثل أهمية كبيرة لكلا البلدين. النقطة الثانية أيضا في أن إيطاليا ومصر تجمعهما حوض البحر المتوسط، هناك تحديات كثيرة، هناك تحديات الهجرة غير الشرعية، تحدي الإرهاب. الوزير الإيطالي أيضا أشاد، وإيطاليا تشيد بدور مصر المهم في مواجهة هذه التحديات، خاصة الرؤية المصرية في مواجهة الإرهاب والرؤية الشاملة، المواجهة الفكرية والتنموية والمواجهة الأمنية، وبالتالي تجربة مصر المهمة في هذا الاتجاه ضد الفكر المتطرف. أيضا قضية الهجرة غير الشرعية، ونحن نعرف أن مصر أيضا هي من الدول التي يعني أشاد بها الاتحاد الأوروبي حقيقة الذي اكتوى بنار هذه الهجرة، والتي أدت إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية في هذه البلدان في ظل هذا الاندفاع المستمر من جنوب المتوسط، من الدول الأفريقية عبر السواحل، وبالتالي كان دور مصر الرئيس في هذا الاتجاه أهمية وتقدير كبير. بمعنى آخر أن الآن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة، وأن العلاقات الدولية تقوم على المصالح، وأن هناك مصالح عديدة تجمع ما بين مصر وإيطاليا، في وهي مصالح متشابكة متنوعة لا تقتصر فقط على بعدها في أمن الطاقة في شركة إيني، وإنما هي علاقات قوية، علاقات مهمة، علاقات على كافة المستويات. هناك تحديات كثيرة، هناك مصلحة دائما في مواجهة هذه التحديات، خاصة في ليبيا، قضايا متعددة، استقرار في المنطقة، وبالتالي هي ظاهرة مهمة في توقيتها وفي مخرجاتها سواء على البلدين أو على القضايا الإقليمية. طب دكتور أحمد، كويس قوي أن حضرتك ذكرت مسألة الملف الليبي. إزاي نقدر من وجهة نظرك نستثمر العلاقات المتطورة إيجابيا ما بين مصر وإيطاليا واللي بتتطور بشكل مستمر في مسألة إيجاد حلول للأوضاع في ليبيا؟ يعني هناك قاسم مشترك أو توافق مصري ليبي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لأن مصر هي دولة مباشرة جوار مباشر لليبيا، أيضا إيطاليا جوار مباشر في شمال ليبيا، وبالتالي استمرار حالة اللا حل السياسي وتداعياتها الأمنية والسياسية بالطبع لها تأثيرات وتداعيات على كلا البلدين، ومن هنا تبرز أهمية الرؤية والتوافق على أهمية الحل السياسي. مصر لديها دور فاعل ورائد في دعم ليبيا، في دعم الشعب الليبي، في تحقيق التقارب بين الفرقاء، في رفض التدخلات الخارجية، في تعزيز الدولة الوطنية ودعم المؤسسات الليبية الشرعية خاصة الجيش الوطني، وبالتالي في ظل وجود تشابكات وأدوار متعددة خارجية هنا يبرز التنسيق المصري الليبي، لأن ليبيا أيضا يعني في ظل ربما غياب قوة وفعالية المؤسسات الوطنية يعني أصبحت مصدر للهجرة غير الشرعية، وإيطاليا تأثرت أيضا بهذه القضية التي يعني لها تأثيرات مهمة داخل إيطاليا، ومن هنا هذا التوافق وهذا التقارب وهذا التعاون والتنسيق بينهما
في دعم الحل السياسي. يعني مؤخرا شهدنا القاهرة تستضيف مسارات ولقاءات بين الأخوة الليبيين في دور مصر في تهيئة الأجواء من أجل إنجاز خريطة الطريق ودفع الحل السياسي إلى الأمام. أيضا إيطاليا لديها علاقات مهمة ودور فاعل في ليبيا، وبالتالي هنا يبرز هذا التنسيق في هذا التوقيت. واحد قد احتل حقيقة أو احتلت القضية الليبية أهم يعني جزء كبير من مناقشات وزير الخارجية الإيطالي، سواء مع الرئيس السيسي أو مع وزير الخارجية، وهي بتعكس حقيقة أن هناك مصلحة في دفع الحل السياسي واستعادة الدولة الوطنية الليبية التي تمكنها من توظيف الموارد الليبية، من بسط السيادة، من وقف كل التحديات، مواجهة الإرهاب والهجرة غير المشروعة. وبالتالي هي تمثل أهمية ومحورية كبيرة في العلاقات المصرية الإيطالية. صحيح، أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.